يا صباح الخير على الوي او مساء الخير على حسب تشوف الفيديو الجامد ده. النهارده اصحابي حركات وزعبوله على الوي خطفوني، قالوا لي يا ابو علي هنوديك مكان جامد جدا، فاحنا جايين نكتشف المكان مع بعض وهنشوفه. قبل اي حاجه طبعا صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام، وكمان على الوي ما تنسوش تدعوا لاخواتنا في فلسطين ربنا ينصرهم، وكمان ادعوا لجدتي بالرحمه المغفره، واهم حاجه لايك واشتراك في القناه. اوكي فدلوقتي يا شباب بقى هنشوف حركات وزعبوله جابوني فين. جايبيننا موت؟ واب هو انتوا جايين خطفنا عشان تموتوني؟ انت وانا ابو علي انت مش لازم تموت يا حبيبي. لازم اموت؟ اوكي علوي. طيب احنا هنجرب. بسم الله، احنا دلوقتي في ليفل 1، هنشوف اللعبه دي عباره عن ايه. في هنا بلاي، اوه دخلت بلاي، وادي فرخه. ايه ده بيقول لنا ايه؟ بيك هول اختار فتحه. انا انزل هنا كده يا شباب. لازم جاب ابو علي ايه ده؟ العيال كلها نزلت ورايا. طب ثانيه ننزل هنا كده يا شباب. اوكي انا مش عارف اللعبه عباره عن ايه اصلا. ابو علي اللعبه عباره عن ان انت لازم تموت عشان تعدي. لازم اموت لافا بو. اوه انت كده ابو علي في اللافا. احنا كده اول ما نموت في اللافا نعدي المرحله اللي بعدها رقم 3. ليتس جو. فهمت اللعبه. وبص حركات لما بيتزحلق بيقع، او شايفين فدمه بينقص. بصوا دم الوقت حركات دلوقتي بقى اصفر. اه ابو علي هي بالظبط اللعبه عباره عن كده، لازم تموت نفسك. ايه ده تزحلق على الجليد، انا بحب الجليد جدا. اوكي بص حركات دم احمر هيموت دلوقتي الفرخه. انت مش لازم مش تموت نفسك يا حبيبي. انا كمان موت يا شباب. اوكي دلوقتي على بصوا دينجرس بريدج. اوكي بيقول لنا ان الجسر خطر. اوه حلوي انا موت. طيب واحنا كده كده اصلا لازم نموت نفسنا. بص على انا جيت فين في السجن. جيل او ماي جاد انا دلوقتي على في السجن. اوه وادي فرخه هنهرب ازاي دلوقتي او نموت نفسنا ازاي. اوه في تواليت ممكن ادوس انا كده ايه يشفطني فاموت. ليتس جو. لا الخطه طلعت فاشله، التواليت مش بيشفط اصلا. طب ثانيه ايش في شباك لو انتحرنا من الشباك. اوه يا ابو علي يا ذكي شايفين يا شباب، والله ان انا ذكي شفته قدرت اهرب. ابو علي انت فعلا ذكي، عرفت المكان ازاي؟ يا ابن الذكاء يا ابني شايفين. خلينا نشغل كده اللي هو البتاع ده على الليفر اما نشوف ايه اللي هيحصل. يلا بسرعه. اه يا لهوي نزلت علينا بتاع من فوق كسرت راسنا كلنا. ابو علي والله راسي اتكسرت من حته. اوكي ميجا سلايد خلينا كده نتزحلق. اه يا لهوي انا رايح اتزحلق غلط يا ابو علي. نعمل كده عايزين نختار الفتحه عشان ننزل منها بوم ونروح ايه ده يا شباب الحقوا انا طلعت من البتاعه يا شويه نبات استنوا. يلا ليتس جو كده دلوقتي المفروض ان احنا هنعدي المرحله واحنا في المرحله الثانيه اللي اسمها نيتشر اللي هي الطبيعه. ليتس جو. بص جينا في الطبيعه هنا يا شباب المفروض نعمل ايه. اوه في سلم ليتس جو هننط من هنا ايزي بعد كده اوه استنى يا شباب انا بقى الحقوا الشجره الخضراء بصوا شفافه. ليتس جو. بصوا طلعت ازاي. طيب تعالى يا واد الزعبله انا مستنيك. انت واد فرخه انت مش موت نفسي يا حبيبي مش تحب الشقه. تعالى كده يا زعبله ورايا. لازم بص يا شباب عشان طبعا نعدي المرحله لازم نط كده بوم. ابو علي انا والله واد زعبله يجي ورايا دلوقتي ونموت نروح للعالم اللي بعده اسمه ترول اللي هو طبعا علويه ضحك يعني وهزار. خلينا ننزل كده. وات ايه ده؟ طب ننزل كده ثاني ايزي والله. اوه احنا اتحبسنا. الحق يا زعبله. ابو علي هو ايه ده؟ المفروض ان احنا كده نموت. وايه اللي حصل؟ طب اه ده ترول ده بيضحك علينا عامل الغاز في البتاعه. اوكي بص حركه الفرخه بينقص دمه هنا. اوكي هو ايه البتاع؟ اه الحاوي يا شباب البتاعه الصفرا بصوا بتنقص في دمنا. ابو علي لازم تتنطر كده من العين بس عشان تموت. انت مش نط كده هتلاقي مش نفسك مش موت ولا ايه؟ بص يا شباب دمي تقريبا كده بقى. اوه يا لوي مين اللي مات؟ ابو علي انت دمك اصفر بالنسبه لي. اصفر؟ انا بتنطط من ساعه يا شباب استنوا انا عايز اموت. اوه زعبول هيموت انا موت. طيب بصوا جينا فين على الكنترول سنتر اللي هو مركز التحكم. بصوا على كيل دامج كلون سيت. ايه ده انا عايز اموت نفسي انا يا شباب. دوسه واحده موت نفسي. ليتس جو. ننزل كده يا شباب. ايه ده المكان ليه فروجي كده. بصوا على المكان بصوا مغيم بتاع. اوه في فتحة نزلت منها. ليتس جو. جينا فين يا شباب؟ بصوا الكتريك فينس اللي هو طبعا علوية الفينس ده مكهرب شايفين؟ لو اي لوي كهربني والله ناقص دمي. انت هو مش ولا مش هبقى مش كافية. بيكهرب في حركات. بصوا واحد من الجيش اي لوي. بص ده جاي يقول لي الحارس بتاعك. انت الحارس بتاعي عشان عندك شوية عضلات يعني. طب تعالى بقى احرسني. بص من الكهرباء اي لوي الكهرباء. بصوا اي حد هيضربك هيكسر راسه. كسر راسه مين بقى البتاع لسه ضربك دلوقتي. بص علوي انا موت. ليتس جو. موت قدام الحارس بتاعي. انت هو مش يا حميكا ويا مالي مش جابوه مش في مدرسه ولا مش مكان مش دراسات اجتماعيه. بتكره دراسات اجتماعيه وانت فاكر نفسك. او يا لهوي ده عملوا لنا امتحان على طول. انت هو مش ولا مش مكان مش اجابه. ما تعرفش الاجابه. حركات الفرخه انا ما اعرفش الاجابه برضه. يا حميكا انت كمان مش فاشل في الدراسات الاجتماعيه ولا ايه؟ دراسات اجتماعيه ايه بس؟ استنى كده ما نشوف على وات كلر از ماس. ايه ده؟ بيقول لي هو ايه لون الرياضه؟
لون الرياضه الغباء او حركات عماله. انت وانا عملتها ازاي؟ انت مش هادي بادي كرنب زبادي. هادي بادي كرنب زبادي. What color is science؟ هو ايه علويه اللون بتاع العلوم. اوكي. What color is history؟ هو ايه لون التاريخ؟ انا مش عارف ان اللون. ثانيه والله يا شباب انا بصوا اختار اي حاجه في اي حاجه. اوه الصف التاني. ليتس جو. طيب ماشي نعمل كده. يلا ليتس جو علي. اوكي ما نشوف صح ولا لا. طيب نعمل كده. انا طبعا يا شباب عمال ايه بعمل اي حاجه يعني اجابات اي كلام في اي كلام. اوه بصوا وصلت لحد 3. ليتس جو. لما نشوف كده ونختار مثلا هنا اللون ده. ليتس جو. يعني بص موت نفسي والله اخترت اجابات عشوائيه. بصوا كده فين يا شباب دلوقتي. اندر جراوند لاف. اه بصوا في اندر جراوند لاف يعني اللافا تحت الارض. طيب نعملها ازاي؟ ثانيه كده نيجي في الباركور. اوه في زرار. اه بصوا الزرار بصوا شغل اللافا. اوكي هو في زرار تاني. وات الوقت حركات مات. انت ما بتشوف ما بتشوف فوق زرار فوق. تعالى وادي الزعبوله. انا هشغل الزرار الاول. اوكي اعمل كده. او يا علي شغلت بص اللافا الثانيه. اوكي انا لسه ما شغلتهاش ولا ايه؟ يا نهار زبالي لازم اطلع كده الاول وندوس كده يا شباب. عايز اشغل اللافا دي ولا العيال اللي فصلت اللافا من هناك؟ بصوا يا شباب الحقوا العيال فصلت اللافا من هناك. انا اروح كده بسرعه عشان اشغلها. يا رب بس ما حد يلحق يدوس. يلا ابو علي. ايوه ونط كده بوم. نشغل الزرارين اللافا هتفتح كده نروح معديين. ابو علي احنا خلاص. بص زرع الذره. زرع الذره؟ لا اكيد ده. اوه ثانيه شفت حاجه حمراء. اوكي عند الواد زعبوله. واد يا قرد انت شفتها ازاي زعبوله؟ بص بحاول البسها اصلا. بتحاول تلمسها؟ انا ادخل زيك يا زعبوله. اه اشمعنى زعبوله لابسها وحركات؟ ايوه البس كده بقى علي. موت ليتس جو. هي فكره اللعبه ان احنا بنموت نفسنا يا شباب. ماشي طبعا في هنا بص ريفرس دروبر اللي هو طبعا ده علويه بيعمل لنا اتجاه معاكس. اوه اهو يعني احنا بص بنطلع بالعكس بنمشي بالعكس لفوق. ليتس جو. طلع ايه ده؟ انا موت لمست حاجه. ابو علي ما تلمسش. بص اللي هو الالوان الحمراء. طيب اوه يا لوي. طب انا ليه مين اللي زقاني كده؟ انت وانا فرخ. استنى انت ما بتش بتموت. ما انا فعلا والله محتاج ان انا اموت عشان اطلع لفوق اصلا لان انا لو مت يا شباب اكسب خلاص يعني. فانا محتاج فعلا ان ايه ده معلم معايا قوي. ليتس جو. طلعت. اوكي نيجي هنا. يبي او يا نهار زبادي لمست الاخيره. طيب نطلع تاني كده نحاول. يلا ابو علي نيجي هنا كمان. يا سلام اهو يا شباب بص طلعت لفوق. ازيك يا زعبوله؟ ابو علي انتحار. يلا تعالى ورايا. ليتس جو. انتحار كده يا شباب عشان طبعا نموت ونروح للمرحله اللي بعدها. رين اند دامج. اوكي في دلوقتي علويه طبعا تساقط الامطار هي دي اللون الاصفر والحاجات دي لو نزلت علينا بصوا بتنقص دمنا. فانا هحاول ان انا اقف في جنب كده. هقف هنا يا شباب اول ما تنزل هتنقص دمي. ابو علي انا مش عايزه تنزل في الجنب اللي احنا واقفين فيه ليه؟ مش عارف والله. اهو نزلت. ليتس جو. ودي كمان ودي كمان. بصوا على الواد دم بينقص. انا كده بصوا بنقص دمي. يب موت نفسي. شايفين قدرت ان انا اقف تحتها. ده دلوقتي على بصوا التراب دور. هي ادينا مساعدات. هي بصوا طبعا بيكلمني. وير ذا تراب دور؟ انا بقول له كده فين التراب دور يا نوب؟ بص بيقول لي يو شور يو دونت وانا فايند ات يور سيلف. بيقول لي انت ما تقدرش تلاقيه بنفسك. المفروض اقول له ايه بقى النوب ده؟ على رايت فاين فاين. اقول له خلاص خلاص انا هجيبه ولا اقول له لا قول لي على مكانه؟ هقول له نو جاست تيل مي. ده انا معايا الكلام يا علوي ده النوب قوي. طب انا اجيب منين التراب دور ده؟ والله يا علوي مش عارف هو فين. اوه ودي حركات ايه ده؟ هو انت واقف مخبيه؟ انت هو مش واقف ولا مش مخبي مش مكان. خبي المكان. طب ما تنطق. طيب انا واقف بتكلم مع الراجل بقالي دور فين الواد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الواد مشي. انت هو مش فاضيلك ولا ايه؟ مش فاضيلي؟ عيل نوب صحيح. اوه الحقيقة يا علويه احنا جينا فين؟ احنا جينا يا علويه بصوا في الكليستروفوبيا اللي هي طبعا علويه بتاعت الفوبيا بتاعت الاماكن المغلقه. لا والله انا عندي فعلا فوبيا اماكن مغلقه. بصوا يا شباب الاماكن المغلقه دي طبعا هو المرحله اسمها كده فوبيا الاماكن المغلقه. انا اصلا عندي منها فوبيا. او ماي جاد المفروض نروح فين؟ طيب هننزل هنا كده يا شباب. انزل ابو علي. ليتس جو. اوه بصوا في سلم هنفضل نط كده عشان نطلع. بعد ما طلعنا على السلم المفروض هنمشي فين؟ اه نيجي هنا ونطلع لفوق. اوه يا شباب لقيت الطريق. ليتس جو. ثانيه واد انت الواد القرد ده انت واد كرشوشه وسع. ننزل بقى كده بوم نموت نفسنا وكده نكون هربنا من فوبيا الاماكن المغلقه. دلوقتي جينا عند الايس بول. ايه ده؟ انت بتعمل ايه يا زعبوله؟ معلش انا معلش كنت بشرب شاي. تشرب شاي؟ اوكي انا دمي اوه دمي نقص. ثانيه اه فهمت. طب ما احنا نتنطط كده شويه نوبات هنموت نفسنا بكل سهوله لان بصوا حمام السباحه ده علويه بينقص دمنا بيخلينا نموت. بصوا العيال دي كلها هتموت دلوقتي. اوكي حركات فرخه هيموت. ايه انا هموت الاول عشان بص شارب شاي سخن مع حمام السباحه. انت بتشرب شاي سخن عشان حمام السباحه وتق؟ يا نهار زبادي يا علويه. عشان البتاع اسمه الايس بول اللي هو الحمام المجمد هو شارب شاي سخن عشان ايه بقى يموت اسرع. فهمتوا فكره زعبوله؟ اه معايا. امال انت فاكر ايه؟ ايه ده الواد ده مات من ايه؟ ثانيه اوه البتاع نزلت عليا. اوكي لما بتنزل علينا بتموتنا. اهو بص على ايه
لما بنحركها كده وبتنزل علينا اهو بتأثر في دمنا يعني فهمتوا؟ فاحنا المفروض دلوقتي هنموت وزعبولة مات كمان وانا كمان موت. طيب دلوقتي جينا فين يا علوي؟ يا لوي وايه اللي حصل شويه؟ والله ما شفت اصلا انا فين. انت هو مش لازم مش تقعد نفسك وتنتحر يا حبيبي. انتحر؟ طيب اعمل كده بعلي. لا بص يا علوي انا جيت فين؟ وصلت للون الاحمر، كان فاضل لي حته صغيره. ابو علي ايه الحظ ده؟ انا كنت ورا بكسح. بص دلوقتي جبت الدرجه الصفراء، لازم نجيب يا علوي اعلى درجه اللي هناك عشان نقدر نقع. طيب نجيبها ازاي؟ انا حاول انط قدام كده يا شباب. ايوه انط كده بعلي بسرعه. ايه ده لما بنط قدام بص بنزل فين؟ بنزل عند الاصفر. طيب معناها ان احنا هننط هنا يا شباب. الواد حركات جه تاني، انا هعمل كده بوم. ايوه يا ابو علي يا جاب. جامده، بص عدتها يا شباب. ننطوا في المرحله اللي ورا فهمتوا؟ دلوقتي طبعا ديجا هول بيقول لنا احفر حفره، هناخد طبعا الفاس بتاعنا. خدنا الفاس، بيقول لي اعمل حفره كده ابو علي. غريبه يا علوي الحفره ديت نزلنا يعني تحت الارض. فعلا زي بص ما توقعت تماما، الحفره بتنزل تحت الارض بعد كده بنموت. بص جينا فين المرحله اللي بعدها؟ ذا ايس كريم ماشين، مكنه الايس كريم. بتعمل ايه بقى المكنه؟ يا لهوي بتفجرنا كلنا حتت والله. ابو علي والله بص انا عملت مليون حته. احنا في المرحله رقم 26، العيال اللي معانا بص يا علوي في المراحل اللي ورا 19 14 11 12. يا نهار زبادي العيال، بصوا لسه ورا. اوكي احنا فين يا شباب؟ بيقول لي امشي 250 متر فاهمين؟ عشان نقدر نموت نفسنا، ليتس جو. مشينا 250 متر بعد كده خلصت على الويه طبعا هنروح جايين ميتين. طبعا بعد كده الفيلج اللي هو بصوا القريه، وصلنا للقريه. اوكي فين الكراوين؟ سلام عليكم، مفيش هنا ثلاجه، اصل انا جعان كنت عايز اي حاجه من الثلاجه. ابو علي انا عايز اشرب شاي بلبن. شاي بلبن؟ يا ابني ما انت لسه شارب شاي يا ابني. ابو علي لا شاي بلبن، بص فين الطاقه؟ ايه ده؟ ايه الصندوق ده؟ انت هو مش الصندوق مش مسروق يا حبيبي؟ ما هو لازم يبقى مسروق، مش انت كنت هنا؟ اكيد لازم الصندوق يتسرق طبعا. كله. انا هنزل تحت في المايه كده. ما ينفعش ننزل هنا يا شباب. يا لوي الحقوا لي الطريق، ليتس جو. الطريق في الحمام السباحه يا زعبولة يا نوب. اوكي دلوقتي على الويه بقى دخلنا في الميستري اللي هي الغموض طبعا. الميستري دي طبعا بتعبر عن كلمه غموض، هي معناها غموض. شفت حركات داخل فين؟ المكان بص على الويه غامض يعني. مفتوح من هنا ومن هنا من كل الزوايا. هنيجي للخزنه بعد ما دخلنا الخزنه. يا لوي انا اقف هنا كده على الديناميت ده. عشان اتكسر طبعا. بص حركه ما ماتش. انت مت ولا مش بدالي؟ انا مت بدالك فعلا. هي اللعبه للاذكياء يا علويه، يعني احنا لازم نموت نفسنا بنفسنا فهمتوا؟ لازم نلاقي طريقه للموت. لو ما لقيتش طريقه ان انت تموت بيها نفسك معناها ان انت هتفضل محبوس. ايه المكان اللي احنا فيه يا علويه؟ مش عارف والله. احنا بص موجودين في المقابر بس مش عارفين ايه الطريقه او المكان اللي المفروض نروحه عشان نروح للمقابر علوية او نموت نفسنا. حركات انا افتكرت. كما توقعت تماما. بص يا فرخه انا نزلت في المقبره. نموت نفسنا دلوقتي يا شباب، ليتس جو. انت ما شاء الله مش كنت متوقع. اوكي يا واد كداب انت نصاب، انت شفتني يا نو. بص دلوقتي احنا فين يا شباب؟ احنا في السور اللي هو طبعا مكان الصرف. اوكي بص دلوقتي بيقول لي انزلوا. ماشي ماشي هننزل اهو، ليتس جو. ننزل كده يا شباب، عايز انزل. جينا في الصرف، هنختار طريقة للخروج. بص يا شباب انا اي حاجة بختار اليمين طبعا. ندخل في الجنب اليمين. تعالى يا واد زعبولة ورايا، انت جاي ورايا ليه يا فرخة؟ انت مش هختار مش نفس المكان. تختار نفس المكان يا لوب. اوكي ده المكان اللي احنا جايين منه اصلا. بص اهو اللي احنا نازلين منه، يبقى معناه اليمين غلط. طيب نشوف كده علوية. ده غلط برضو، يبقى الشمال هو اللي صح. صح، ممكن يكون هو. ليتس جو. اوكي لازم نختار طريقة او الحيطة مش مفتوحة. طيب يا شباب احنا شكلنا والله نتحبس هنا، ما ينفعش. طيب ناخد اي مساعده؟ ابو علي انا مش عارف المفروض ادينا مساعدات. خلينا نعمل كده يا شباب. طيب مفيش اي مساعده، علامه صح. ده بيقول لي حط كود. كود ايه بس؟ احنا عايزين مساعده. انت وانا ابو علي هبص لقيتها والله. لقيتها حركات الفرخه يا النوب ده، ازاي ايه يا زعبوله؟ ابو علي مش عارف انا ماشي معاك اهو. انت واد يا فرخه، وفين الفرخه؟ انت واد ارجع وتعالى. النوب يقدر يرجع من المرحله على بيجي تاني. تعالى واد بص ورايالنا. انت مش عايز تجني 10 جنيه ايه بس؟ اهدالك اهدالك، تعالى بس وريني المكان. بعد كده نضحك عليها زعبوله. ابو علي هو احنا نضحك عليه ليه؟ انا اديله 5 وانت 5. ازاي يعني؟ لا انا مش هديله فلوس. انت ما تدفعش حاجه وانا ما ادفعش حاجه، ماشي؟ وننصب عليه. انت مش هتنصب على مين؟ ننصب على واحد كده. بص واحد كده اللي بيبيع اللبن عندنا في الشارع. يلا مش انت مالكش دعوه، مش انت مش انت. يلا روح. انت مش هتلاقي مش هتسميه مش هتكسر. ماشي. جبنا بص فعلا في المكان، ليتس جو. دلوقتي هنموت نفسنا ونروح للمرحله اللي بعدها. نفضل نتنطط كده على الويه طبعا زي القرود عشان دمنا بينقص، ليتس جو. بص هنموت دلوقتي، زعبوله دم احمر وانا اموت بعدهم على طول. يلا ابو علي موت. بص جينا فين؟ عند الاليفيتر اللي هو طبعا الويه المصعد. هنطلع كده في المصعد اما تشوف جينا فين. نلمس الحاجات دي، لو لمسناها ده اللي بيموت.
ليتس جو. دلوقتي المرحله اللي بعدها اللي هي في مرحله اللي هو اسمها سيت جليتش. اوكي لازم تقريبا هي دي مرايه ولا ايه مش عارف، هنشوف كده على اللي هي ايه الطريقه ان احنا نموت بيها نفسنا. ابو علي هو لازم نلبس البتاع، بص اللي هو الاحمر ده، الاحمر. ثانية كده نشوف الراجل ده بيقول لنا ايه. انا عايز مساعدتك يا نوبة. هاي بص بيقول لي ايه، طبعا هاو داز ذيس جليتش ورك. انا بقول له طبعا هو ازاي الجليتش ده بيشتغل. هو اللي بيكلمنا اهو يا شباب شايفين، بيقول لي استخدم الشيفت لوك بتاعك او زوم بالكاميرا. بعد كده الحاو بص عليه بيقول لي ايه، بيقول لي شوف الستار سيت فين. اوكي ازاي يعني؟ بيقول لنا زوم عند النجمه. اوكي عشان في حاجه هنا اللي هو السيت المقعد، مش عارف هو موجود يعني على النجمه. ممكن يكون على النجمه فعلا. طيب انا هشغل الشيفت لوك زي ما هو قال لنا كده فعلا، وهعمل زي ما هو. اوه الواد دخل فعلا، شايفين يا شباب زي ما قلت لكم. احنا هنفضل ننط كده عشان تقريبا هو المقعد، بصوا في الحته دي. اوكي عايزين ندخل من هنا كده يا شباب. بص الواد بيقول لي، بيقول لي كده ليتس جو. والله لو بص أوه. شكرا شكرا، قدم لنا مساعده يا شباب. على فكره لو انتوا احترتوا بتكلموه وهو بيقول لكم على المكان. بص الواد بيقول لنا كده، يلا الواد بسرعه اما نشوف هيعمل ايه. ليتس جو. طب وسع بقى، هنعمل كده. الواد بص بيقول نط زي فعله الكفل، بص اللي هو قصده شيفت لوك يعني، اعمله كده زي. اوه الواد حركه الفرخه دخل. انت يا بص ذكي ولا ايه؟ ذكي ايه يا فرخه؟ انا اللي قايل لكم عليها. ايه ده وزعبول لك كمان؟ ابو علي يلا شوف بقى مين اللي هيقول لك عليها، احنا دخلنا. يا زعبول يا دوب يا غدارين، اما انا اللي قايل لكم عليها. اوه وانا كمان دخلت ليتس جو. شفتوا يا شباب؟ ايوه كده حركات عماله وزعبول وابو علي يا واد، ابو علي كمان عماله. ومعدين الهيكل العصبي ده يا شباب مش عارف، بس شكرا والله. دي برضو اوه حركة مات من البتاع. ليتس جو. هي دي الفكره يا شباب، ان احنا لما بنلاقي نفسنا مش عارفين نعمل حاجه بنكلم الراجل ده وهو بيساعدنا اللي هو الدماغ ده. اوكي هننزل هنا كده اما نشوف احنا جينا في يا لهوي. بصوا طبعا هننزل نموت، بعد كده هنروح للازاز اللي هو الجلاس. اما نشوف دلوقتي جينا عند الازاز، الازاز ده شفاف يا شباب، هنحاول نلاقي طريقه للخروج من الازاز. او زي ما انتم شايفين مربع ازاز كده. اوه الازاز بيتكسر. وات الازاز اتكسر والله، وبعد ما اتكسر وقعنا منه. ليتس جو. بصوا الجلاس بريدج اللي هو طبعا جسر الازاز دخلناه. هنشوف دلوقتي يا شباب نعدي كده، طبعا اللي هينزل هيموت. لازم نكمل يا شباب عند المربع الاحمر عشان نقدر نعيش. اوكي نكمل هنا كده. بوم ليتس جو نلمسه. انت هو مش هو يا حبيبي؟ ايه ده انا مت يا شباب، الواد حركات بصوا مش عارف ليه ما ماتش. دلوقتي بصوا جينا فين يا شباب؟ جينا في السجن. اما نشوف دلوقتي السجن ده عباره عن ايه. اوكي طبعا الواد بصوا حرق نفسه بالنار، انا كمان عايز احرق نفسي بالنار يا شباب عشان ايه اموت، وبعد ما نموت طبعا هنقدر نهرب من السجن. طالما انتوا مش عايزين تطلعونا من السجن اموت نفسي. اوه متنا منتحرين يا شباب. دخلنا فين تاني؟ دخلنا في مكان غريب. بصوا طبعا ده باركور. يلا ابو علي كده بسرعه. الواد زعبول لف ايه؟ ابو علي انا لسه في السجن والله. يا ابني ولع نفسك وتعالى. ابو علي بدك ولع، بس انا اصلا بص لسه عم موتش انا دي. اوكي جه هنطلع هنا كده يا شباب، نطلع هنا بعد كده ننط كده. ايوه يا ابو علي يا جامد. انا بصوا في الباركور يا شباب. البتاع مش شغال، افتكرتها شغاله، افتكرت السهم شغال زي بصوا زي ده، بس طلع النصاب مش مشغله. يا نهار زباله الواد بيضحك علينا يا شباب. انت هو مش ولا مش ولا كم مش افتكرت ايه بس يا فرخه انت يا نهار زبالي. بعد ما رحت هناك طبعا احنا بنعمل كده يا شباب عشان نروح للي هو البتاع الاحمر الزرار اللي بيموت، هوريه لكم دلوقتي. نيجي بس هنا كده. ايوه بعد كده هنا. ده شغال. لا يعني مره يشتغل، انا مش عارف ازاي ما كانش شغال معايا من البدايه. بص الواد واقف يقول لي ابو علي نوب، انا نوب، انا اوريك دلوقتي مين اللي نوب يا واد. ما لحقتش انط مره تانية، مره تانية الواد الفرخه حركات عملها. ليتس جو وانا كمان عملتها. ابو علي يا جامد موت نفسك. بوم موتنا. ابو علي وانا جاي دلوقتي. حركه الفرخه عملت. بص لمس ايه؟ اول ما لمس الزرار ده او المكعب اشمعنى؟ مت انا كمان. جينا فين يا شباب؟ الجلاس ميز اللي هو طبعا عباره عن متاهه الازاز. هندخل في متاهه الازاز كده اما نشوف ايه المتاهه الغريبه دي يا شباب. وات انا رجعت تاني. طب ما ينفعش ادخل من بصوا ابو علي ايه المتاهه الغريبه دي؟ انت مش مكان هنا ولا ايه؟ المكان هنا عندك؟ ثانيه فرخه اما نشوف. بصوا انا عرفت طبعا من قبل حركه الفرخه يتكلم اصلا. انت مش هيك هاي مش هنو. بس هو ده فرخه. بصوا التراش بيننا على الواد ده، هو طبعا السله دي هي دي بصوا دخل فين يا ناوي؟ ايه المكان ده؟ ابو علي ده مصنع. مصنع. ثانيه نولع على نفسنا النار كده عشان نزلنا احنا في المرحله 41 يا شباب. اوكي الدايفن بورد دلوقتي دخلنا في المكان. ثانيه يا شباب ما نشوف كده. ثانيه ده بيديني جام. ليتس جو. احنا لو نطينا كده في الجو هنموت ايزي يعني. لازم نطلع فوق. اوكي نعمل كده. طب انا ليه مش عايز يديني يا شباب؟ هو ليه مش عايز يديني جامب كده عالي؟ ابو علي وانا جاي مش عارف. ثواني انا جات لي فكره. ايوه
نطلع. يا سلام يا ابو علي محتل. انا قلت المرحله دي اللي بعدها استحاله نطلع هناك، وانا زعبوله وراك يا زعبوله. ايه يا ابو علي ازاي؟ لازم نطلع هنا والله، انا كنت عارف. انت هو مسافه مسافه حبيبي، حركات الفرقه بص وجهنا، بس انا كنت عارف والله ان هي فوق يا شباب. انا قلت الجامب استحاله يودينا هناك، عشان كده اكيد نطلع فوق. ابو علي ازيك؟ ايه ليتس جو. لما نشوف البتاع ده هيشتغل ولا ايه؟ المفروض البتاع ده يشتغل ويقطعنا طبعا حتت عشان نقدر نعيش. فين الراس اللي بتدينا النصايح؟ هي ليه مش شغاله؟ ادخل ما بينهم ما بينهم. ثانيه كده يا شباب. انا بص اوه اتزحلقتوا. ليتس جو ات. اوكي انا افتكرته هيشتغل. بص جينا فين يا علوي؟ عند البازل اللي هو طبعا مكان يعني فيه الغاز. اوه بص الواد نزل منين؟ الواد القرد نزل من هنا. بس قبل ما ننزل بندوس هنا كده على الزرار عشان بيفتح لنا فتحه، وننزل هنا هندوس على الزرار تاني، وبعد كده نطلع تاني على السلم اللي هو بص لغز يا علوية، وبعد كده نطلع تاني نلمس البتاع ده نموت، وكده نكون حلينا البتاع. اللوبي ليفل يا علوية دلوقتي احنا اوه كسبنا اللعبه. ليتس جو وصلنا لل 45 ليفل مستوى اللي هو اعلى حاجه. الحق يا علوية في على بص في ليفل 50. وات ثانيه كده نعمل بلاي. اوه احنا بص في المرحله 45 لسه ما خلصناش، بس احنا لو قدرنا نعدي المرحله دي هنكمل تاني. طيب معناها كده يا شباب لازم نلاقي حل. ابو علي ايه ده؟ وش حركات الدو؟ وش حركات؟ فين ده وش حركات؟ انت بص هنا بص عشان بص معلم معلم معلم. ايه ده؟ وش حركات؟ اه والله. ايه ده؟ مش معنى وشك انت اللي بيموت؟ وات؟ ايش معنى حركات يعني؟ معلم وقالك عشان هو بس المعلم. معلم ايه بس؟ والله كسر راسه المعلم ده. بص انا عايز اكسر راس حركات دي. هو وشه ده على الويل. اوه موتنا احنا كده. بص عدينا المرحله، وصلنا للمرحله الثانيه اللي هو الماونتنز اللي هو طبعا الجبال. طب بص يا شباب انا واقف الحلقه لحد هنا. لو عجبتكم الحلقه لايك واشتراك في القناه، وانتوا كمان لو عايزين تلعبوا اللعبه دي هي دي روحوا العبوا وجربوا وقولوا رايكم. بس اهم حاجه ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه عشان اجيب لكم تحديات ثانيه اجمد. لو عايزين تعرفوا ازاي نتسلق الماونتن ده يلا بينا. بصوا هنتسلق الماونتن ودي تكون اخر مرحله. بص بحاول الاقي طريقه. تعالى ازعب اللي ورايا. هي دي الطريقه اهو. نعمل كده بسرعه، اطلع لفوق كده يبي، ونطلع من انا وقعت. ليتس جو طلعنا لفوق نط كده، وبعد كده هنا يبي، بعد كده نلمس ال وقفت تاني. لا يا ابو علي انا نطيت على السلم. بص خلاص انت الطريق. زعبولة بص النوب تحت، الواد الفرخه بص فوق. انت بص يا بتاع عليه. اوه مسكت السلم اخيرا. ليتس جو نيجي هنا. ابو علي كف بص انت محترف. ابو علي انا اللي لوب يا واد انت. انا كنت بتكلم، هم مش فاهمين على ان انا انت واد كرشوش. الله اعك من هنا واد انت. الواد ما كانش فاهم ان انا بتكلم يا شباب. انا كنت بتكلم بقول لكم خلاص كده احنا بصوا فنشنا الفيديو، هو فاكرني ان انا نوب تحت مش عارف اطلع. يا نهار زبالي على العيال. اوكي يلا ننتحر كده يا شباب عشان نعدي المرحله. وصلنا لمرحله اللي هو تخمين الطريقه يا شباب. اكيد اللون الاخضر طبعا. بص عشان ابو علي بص محترف، انا اعرف لكم الالوان يا نوبات من قبل بصوا ما نعدي من عليها. اهو الاحمر عشان تقولوا بعد كده ابو علي بص يا نوب انت كنشنوشه. انا اعرفك دلوقتي اهو الاحمر تاني يا نوبات. شايفين مين المحترف دلوقتي؟ ابو علي عرفت بيه. احتراف يا حبيبي. انا كنت قايل لكم قبل كده عليها علويه. دلوقتي بقى خلاص وصلنا لحد نهايه الفيديو. اشوفكم بكره ان شاء الله. لو عايزين تجربوا اللعبه زي ما قلت لكم بحبكم كل قلبي. سلام.